إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي ما يشاء من الأشخاص والأزمنة والأمكنة، ففضل بعضها على بعض، فجعل خيرة خلقه أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وجعل من أفضل الأزمنة عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان ويوم الجمعة، وجعل من أفضل الأمكنة بيته الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والمساجد، فهي أحب البقاع إليه سبحانه وتعالى. فكان لزاماً يا عباد الله أن نعرف آداب هذه المساجد التي نأتيها ونصلي فيها، نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، نريد رضوانه والجنة، ونخشى عذابه والنار. فمن هذه الآداب أن يأتي الإنسان إليها في طمأنينة وسكينة ووقار. جاء في الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع جلبة أناسا يسعون ويمشون بسرعة أو يركضون، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما لكم؟ قالوا: الصلاة يا رسول الله. قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، وجاء في لفظ: فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما بالنا نرى بعض إخواننا حين يدخل المسجد يحدث جلبة أو يتكلم بصوت يسمعه الإمام ليتأخر من أجله، يقول بعضهم: إن الله مع الصابرين، وبعضهم يقول: لا إله إلا الله، أو يحدث صوتا بما يحمل معه من مفاتيح. الواجب على المسلم أن يأتي إلى صلاته بسكينة ووقار حتى يخشع في صلاته ويطمئن. ثم تذكر يا عبد الله أنك تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، فكان الواجب أن تكون في هيئة تليق بمثل هذا المقام. جاء عن الحسن رحمه الله أنه إذا توضأ اصفر لونه، فقيل له في ذلك فقال: أتعلمون بين يدي من سأقف؟ يتذكر مقامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فكان لزاماً أن يأتي العبد إلى هذا البيت، إلى بيت من بيوت الله، يرجو ما عند الله، يريد الخشوع،
يحرص على الطمأنينة، يتأدب بالآداب، يتذكر أنه يأتي إلى هذا المسجد يخطو خطوة يرفع بها درجة، ويخطو أخرى يحط عنه بها خطيئة، يتطهر الطهور الواجب، يحرص على أن يكون على طهارة، يحرص على أن ينتظر الصلاة فإنها من مكفرات الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي أن ينتظر الإنسان الصلاة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وما دام خرج من بيته إلى الصلاة لا ينهزه ولا ينهضه إلا الصلاة فهو في صلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عباد الله، إن هذه المساجد جاء في فضلها العظيم الكثير من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة. وجاء في حديث آخر: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاه، أي المكان الذي تربض فيه تلك الحمامة أو ذلك الطائر القطاه، بنى الله له بيتاً في الجنة. وهذا يدلنا على فضل بناء المساجد وتشييدها لتكون مكاناً يعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى. ثم تذكر يا عبد الله أنه لا يجوز للمسلم ولا لأي إنسان أن يعبد غير الله، وخاصة في المسجد. يقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يجوز أن يدعى غير الله فيه ولا في غيره، ولا أن يدفن فيه قبر أو يدفن فيه إنسان، ولا أن يبنى مسجد على قبر، ولا أن يعبد غير الله في أي مكان كان، وتعظم الحرمة في بيوت الله. فالله سبحانه يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ذكر الله الدعاء وهو تنبيه بالقليل على الكثير، وتنبيه بالجزء على الكل، فلا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فلا دعاء ولا استغاثة ولا نذر ولا شيئا من أي أنواع العبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفس المقصرة بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه وكفاه، وهي خير زاد تزود به المسافرون إلى الله. فاتقوا الله عباد الله. عبد الله، ما هي العمارة الحقيقية لبيوت الله وللمساجد؟ إنما تكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبذكر الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله،
فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. هكذا ينبغي أن يكون المسلم حريصاً على إعطاء المسجد دوره من الصلاة والذكر والعبادة، أن يكون مخبتاً فيه لربه سبحانه وتعالى، يحذر أن يكون ممن يحدث فيه حدثاً يكون سبباً في غضب الله عليه ولحوق أليم عقابه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فحذاري ثم حذاري من أن يكون الإنسان ممن يؤذي في المسجد أو يحدث فيه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنَهَا وَسَيِّئَهَا فَوَجَدْتُ النُّخَامَةَ، يعني في سيئها، فَوَجَدْتُ النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ. يُحَذِّرُ من أن يُؤذي الإنسانُ أن يُلقِيَ شيئًا من هذه القاذُرات في المسجد. فيتأدَّبُ المرءُ في هذه المساجد بالآداب الشرعية المرعية التي يريدُ ديننا أن يرفع من شأننا بالتأدُّب مثل هذه الآداب، بأن نكون حريصين كل الحرص على التأدُّب بمثل هذه الآداب، سواء في قيامنا بعبادة ربنا على ما يرضيه، أو بالتطهُّر والتجمُّل حين نأتي إلى صلاتنا، عندما قال سبحانه وتعالى: خُذُوا زينتَكُمْ عِندَ كُلِّ مسجد، بستر العورة ولبس الثياب النظيفة، ويكون المرء على هيئة حسنة، يتطيب، يكون دائما حريصا على أحسن هيئة في مثل هذه المساجد. أن يكون أيضا القائمون على هذه المساجد حريصين على تفعيل دوره في نشر العلم وتحفيظ القرآن. وبحمد الله في مثل هذه الدولة المباركة نجد مثل هذا الاهتمام من تحفيظ القرآن ونشر العلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل سوء ومكروه. فالله الله عباد الله، بالتأدب بالآداب اللائقة بهذه المساجد التي هي بيوت الله، التي يكون العبد فيها عبداً لله متقرباً إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بأمر المؤمنين به، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي الصبطين علي، وعن بقية أصحاب نبيك الطيبين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بالفرج يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وأمير بلادنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم اكلأهما برعايتك، اللهم احفظهما من كل سوء، وهيئ لهما البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا حاذوا بالمناكب والأقدام وسدوا الفرج تم الصفوف الأول فالأول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.